مشاهدينا الكرام، للتعليق على قضية الكهرباء في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير السيد إياد العناز. أهلا بكم سيد إياد. بداية، صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها ذكرت أن فساد وزارة الكهرباء يهدد عقد شركة جنرال إلكتريك. كيف يمكن لحكومة أن تقبل بوجود ملف فساد في قطاع منهار أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير. منظومة الفساد في العراق هي منظومة تشمل جميع ميادين الحياة، ومن منها الكهرباء. والكهرباء أصبح حالة ليست هي عصية، وإنما تحاول الحكومة في بغداد استثمار هذا الجانب المهم في حياة المواطنين، وبإيجاد العقود الوهمية في بعض الأحيان، وإيجاد الفاسدين والمفسدين في هذا الحقل المهم جدا المتعلق بحياة الإنسان. ولذلك نرى أن هناك التكالب الإقليمي والتكالب أيضا الدولي في موضوع كيفية استثمار عودة الكهرباء إلى العراق. الآن واضح لدينا أن هناك شركتين مهمتين كبيرتين، هي سيمنس الألمانية وجنرال إلكتريك الأمريكية، ولكن نحن نعلم جدا أن الفاعل الدولي وهو الولايات المتحدة الأمريكية كيف تحاول أن تتدخل بهيمنتها وسيطرتها على العراق، كما قلنا، وعدم وجود القرار السياسي والاقتصادي الذي يتحكم في عقود كهذه مهمة تتعلق بحياة المواطن. نرى أنها تعمل على إفشال العقد الألماني مقابل خدمة الأغراض الأمريكية والمصالح الأمريكية من خلال شركة أمريكية. ولو كان هذا يحدث صحيحا لكان ذلك سهلا، ولكن مع ذلك هي مجال للفساد. طيب أستاذ إياد، يعني وين اتفقت الحكومة في بغداد مع جنرال إلكتريك حتى وإن كان بعقد أكبر من المبلغ المتعارف عليه لبناء هذه المحطة ب 850 مليون يورو؟ طيب العراق بعد 13 عاما يعاني، يعني الآن منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة العراق يعاني من موضوع الكهرباء، لم تحل على مدى تعدد حكومات متعاقبة. هل يمكن لهذه الشركة أو لهذا العقد أن ينهي أزمة الكهرباء؟ يعني أنا كما قلت، يعني لو لاحظنا الأرقام التي ظهرت على شاشتكم الكريمة، وهي موضوع وجود أكثر من 140 مليار دولار صرف على موضوع الكهرباء من بداية الغزو الأمريكي للعراق لحد الآن، لو هذه الأموال ذهبت حقيقة إلى حقل الكهرباء، أو باقي الأموال لو ذهبت إلى مشاريع حقيقية، هل كان نرى هكذا فساد؟ 41 مليار دولار لإصلاح منظومة الكهرباء في العراق ولم تصلح لحد الآن، أليس هذا فسادا؟ وكذلك سيحاولون إفساد أيضا المشروع القادم حتى وإن كان جنرال إلكتريك، لأن المنظومة الأساسية هي من تابع الولايات المتحدة الأمريكية تعلم، وشركاتها تعلم، والنظام السياسي الذي يتحكم في العراق هو يعلم حقيقة الفساد والمفسدين. فلذلك ستبقى هذه المشكلة قائمة طالما هناك دائرة فساد كاملة، وعدم مكافحة حقيقية، وعدم وجود سلطة تشريعية تحاول إخراج الفاسدين والمفسدين بالتستر عليهم، وهم يعلمونهم حقيقة، وهم جميعا من المستفيدين من أصحاب المواقع المتقدمة وأصحاب الكتل والأحزاب السياسية المتنفذة في الدولة العميقة التي تواجدت وأصبحت أكثر نضوجا بعد الغزو الأمريكي للعراق. طيب، من باب حضرتك ذكرت موضوع أن الولايات المتحدة لها يد بموضوع جنرال إلكتريك، وربما بسبب طبعا كما تفضلت بضعف الإرادة السياسية الموجودة في العراق، لكن هذا الموضوع بشكل أو بآخر صب بمصلحة أو لمصلحة إيران المصدر الأول للكهرباء للعراق. ما مدى يعني استفادة إيران، وهل تعتقد أن هناك تعاون ربما قد يكون في الخفاء، قد يكون بشكل أو بآخر، ما بين الولايات المتحدة وإيران من أجل استمرار الاستفادة الإيرانية من موضوع تصدير الكهرباء إلى العراق؟ يعني سؤال مهم ووجيه، لأنه يعني يؤكد على حقيقة واحدة، وهي أنه هناك اتفاق إيراني أمريكي على التلاعب في مقدرات الأوضاع في داخل العراق. هناك كما قلت الإرادة الأمريكية لتسيطر العراق، وهناك الهيمنة والنفوذ الإيرانية، وكلهم يتصارعان لمصالحهما داخل العراق بسبب عدم وجود حكومة تحمل كما قلت قرارا سياسيا مستقلا. الغاية من ذلك كلا البلدين، إن كان الولايات المتحدة الأمريكية وكانت إيران، تسعى إلى إبقاء العراق ضعيفا ومحتاجا، ولا يعود إلى ما كان عليه في دوره الريادي أو دوره الصناعي أو التجاري. نحن نرى الآن
كل الادوات. لو يعني عدنا الى الوراء قليلا لنرى ان جميع الانتفاضه الشعبيه في وسط وجنوب العراق، من كان من هي احد اسبابها؟ اسباب سوء الخدمات من ضمنها الكهرباء. ايران تعلم حاجه العراق الكهرباء وجعلته اسيرا لها، كما هي اسيرا لقرارها السياسي والامني الان داخل العراق والاقتصادي. الان حجم التبادل التجاري بين العراق وايران اكثر من 12 مليار، ومن المؤمل أنه تسعى الحكومتين إلى أن يصير أكثر من 20 مليار دولار. من المستفيد؟ المستفيد هو النظام الإيراني، وما استفيد منه مشروعه التوسع في العراق وامتداده إلى المنطقة. هنا نرى أن هذا الأمر سيعود بالفائدة إلى الإيرانيين الذين يحتكمون إلى 6 مليار دولار سنويا تدفع لهم من قبل شركة الكهرباء العراقية، وكذلك بسبب استيراد العراق للطاقة وللغاز الأمريكي لتشغيل مولدات أو تشغيل شبكات الكهرباء في العراق. هذا الموضوع مهم جدا، وذلك الآن نراها تضغط على العراق وهي تعلم أنه لا قدرة لها على أنه تستوفي عملية استيراد الكهرباء والطاقة والغاز باليورو، وهي تعلم أنه هذا خلافا للعقوبات. موضوع الالتفاف على العقوبات، الآن إيران ترفض أن يتم سداد قيمة الكهرباء المصدرة بالدينار العراقي وتطلب أن يتم السداد باليورو كنوع من أنواع الالتفاف كما تفضلت. كيف يمكن أن تعالج الولايات المتحدة هذا الموضوع، وهل هي فعلا جادة بفرض عقوباتها على إيران؟ يعني هنا نحن نعلم أنه العراق جزء من أكثر من 8 دول هي اللي سمحت لها بأن تتعامل باستثناء في موضوع، ولكن لمدة 45 يوم على العراق أن يوجد البديل لعملية الطاقة ولعملية الغاز الإيراني. هنا أوجبت العقوبات الإيرانية هذه الدول المستثنات أن تشتري ما تحتاجه من إيران من طاقة أو من بترول كهرباء أو من غاز، أن تشتريها بالعملة المحلية لذلك البلد، على أن يوضع ذلك في بنك يعود إلى ذلك البلد الذي يستورد من إيران وبإشراف البنك الفيدرالي في واشنطن. ليس بالسهولة الآن أن تتلاعب إيران أو تتحاول أن تتغافل. من الممكن هناك أدوات أخرى قد تستفاد منها تستخدمها في عملية التهريب، في عملية المقايضة، في عملية بيع الأسعار بأقل منها، خاصة ونحن نعلم أنه مسافة الحدود بيننا وبين إيران أكثر من 1200 كيلومتر. لكن كقانون عقوبات وكعملية استيراد يتكون متابعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. السيد إياد العناز الباحث في مركز الأمم للدراسات والتطوير كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.